فرسالة تصل لكل أصحاب البوش ملاك الهجن، انتوا كلكم على عيني وراسي، لكن رجاء كل الرجاء احتفظ ببوشك عندك، عزبتك في مكانك، مزرعتك باغي تطلعها نتسرحها، لا تجيبها مصاب الشوارع. اتق الله في الناس اللي قاسة تموت وتروح أرواحها علشان خاطر بوشك. خذ في بالك حاجة واحدة بس، ان انت بوجود البوش مالك على الشوارع قاسة تخرب بيوت ناس وتخلي الناس هادي. يا أرامل يا ناس ثكلة حرام، اتق الله وامسك بوشك من دي اللحظة، لا تخلينا نسمع بعدنا فواقع أكثر من اللي قاسين نسمعه كل يوم. تمام، هذه الرسالة توصل لكل واحد راعي بوش من مرفت نصر. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.